قلنا لكم بالبداية راح أطلع لكم الفتوى اللي موجودة في موقع منتديات أسود السنة. سأل الوهابي شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة، أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى الشيخ أبو الدماء القصاب فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية، وهو أن يلاك في دبرك كبسولات تفجير، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاط بك فترة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير. وسؤالي رحمك الله، هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف الدربة على الجهاد، يعني يمكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري؟ فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال الأصل في أن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن الجهاد أولى، فهو سنام الإسلام، وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه، فالقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك أوجب من الجهاد. وعليك أن يلاط بك لا وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله وتكثر من الثناء عليه، وتأكد يا بني إن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم، ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام، نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. هذه الفتوى اللي خلت واحد قبل فترة أن يقوم بعملية تفجيرية في كان وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز،